تقع هذه الجزيرة قبالة السواحل الشرقية لأستراليا، وهي مغطاة بالغابات الغنية والخصبة، ولا يوجد فيها شيء آخر سوى الرمل على سطحها. أهلا بكم في جزيرة فريزر. جزيرة فريزر بشكلها الذي يشبه الحذاء المخيط بحزم هي جزيرة مقابلة لولاية كوينزلاند، تشكلت من الرمال فقط. يوجد رمال وشواطئ ذهبية ومنحدرات ذات ألوان بنية وصفراء وحمراء عند هذه الشواطئ. إن اجتماع النباتات الغنية والخضراء والشواطئ الذهبية والمنحدرات تدهش جميع الزوار. دعيت جزيرة فريزر بهذا الاسم نسبة للمرأة التي ركزت الانتباه نحو مدخل العالم على هذه الجزيرة. تمكنت مجموعة من الناجين الأوروبيين الذين كانوا في السفينة التي غرقت عام 1834 من الوصول إلى الشاطئ عبر أحد قوارب النجاة في السفينة، وكانت زوجة القبطان واسمها أليز فريزر أحد أولئك الناجين أيضا. تلك القصة المثيرة يمكن أن تصبح موضوعا لفيلم جميل. ننصحكم بالذهاب إلى جزيرة فريزر في أقرب وقت ممكن. اللحظات الفريدة بانتظاركم، ننصحكم بذلك. تلك الرياح الجافة التي تهب في القمم العالية والقصيرة والقادمة من سهول داكوتا الجنوبية تدعو الزائرين لمغامرات مجهولة. تلك المنطقة تظهر فيها الصخور المتناثرة والمفتوحة على الرياح، وتبرز فيها الأراضي الوعرة الواقعة في أمريكا الشمالية. ستكون شاهدا على المتغيرات الجغرافية في هذه المنطقة، من اللون الوردي إلى اللون الأحمر المشرق أثناء حركة الشمس في السماء. لعل مجرد تخيله أمر جميل، أليس كذلك؟ توجد في المنطقة نباتات جافة تغطي مساحة كبيرة بطول 160 كيلومتر وعرض 80 كيلومتر. هذه الأراضي جافة بسبب الشمس في الصيف، وعلى الرغم من الفيضانات النادرة، وهي تجف نظرا للبرد القارس في الشتاء. يوجد في المنطقة تلال سوداء مغطاة بأشجار الصنوبر على ارتفاع 2207 أمتار عند مدخل الأراضي الوعرة بادلاندز من الجنوب إلى الغرب. تشكلت هذه التلال عندما دفعت خارجا عن طريق الحركة البحرية الداخلية منذ 65 مليون سنة. حاول العديد من المزارعين الانخراط بأعمال الزراعة، لكن الجفاف والتآكل تسبب في فشل هذه المزارع، وأصبحت مكانا لعيش السحالي والأفاعي الجرسية خلال وقت قصير. تقدم منطقة باندلينز تجربة لا تنسى بالنسبة لزوارها، ننصحكم بذلك.